هنعمل كولاجين طبيعي لتفتيح وتبييض ونقاء البشرة من البقع والكلف والنبش بطريقة جميلة قوي 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 وسهلة. هنجيب جزرة نغسلها ونقشرها وهنبشرها كويس، هنبشر الجزرة ونعصر، ناخد المية بتاعتها، مش هنرمي القشر. هقول لكم ليه هنعمل ايه بالقشر. هنصفي المية بتاعت الجزر ونخلي الطفل بتاعها او القشر ده بتاعها هنحتاجه. هقول لكم هنعمل بايه. ادي مية الجزر. هنجيب بطاطساية نغسلها وهنقشرها وهنبشرها نفس اللي احنا عملناه في الجزر، هنعصر برضو المية بتاعتها ومش هنرمي برضو قشر الطفل ده بتاع البطاطس، هنحتاجه برضو. هقول لكم هنعمل بيه ايه. هنحط مية البطاطس مع مية الجزر ونقلبهم كويس قوي مع بعض، ونحط معلقة جيلاتين، جيلاتين نباتي، جيلاتين حيواني، اي جيلاتين. هنوديهم على النار، هنحطهم في طاسة ونار هادية خالص، احنا عايزين الجيلاتين يدوب مع عصير الجزر وعصير البطاطس. هنقلب بالراحة على نار هادية، هتغلي حوالي 3 دقايق بالكتير. بعد ما تغلي ب3 دقايق على طول هتنزلها وهنسيبها كده بقى لغاية ما تبرد، مش هنحطها طبعا على وشنا وهي سخنة. بعد ما تبرد المادة الجيلاتين هتخليها تتقل شوية، هنفردها على ايدينا وعلى وشنا وعلى رقبتنا وعلى حواجبنا، على كل مكان فيه بقع، اي مكان في الجسم. ده كولاجين طبيعي. البطاطس فيها فيتامين اي وسي وكالسيوم ومغنيسيوم ونحاس واحماض امينية. الجزر فيه اي وسي والاحماض الامينيه موجوده في البطاطس، كده بقى انتجنا كولاجين، لان الكولاجين بيتكون من فيتامين سي واي والنحاس والاحماض الامينيه. بقى عندنا كولاجين طبيعي، نسيبها لغايه ما تنشف ونقشرها زي ما انتم شايفين كده. نحط بقى اي حاجه مرطب، او نمشي تلج بميه الخيار او ميه الشاي الاخضر او ميه الرز عشان نقفل المسام. برضو لو في شعر ضعيف، شعر رفيع ده في الوش هيطلع مع الجيلاتين، اي مكان في الجسم.